سلامة كل الأهل ديالنا وإخواننا بجاية على الزلزال اللي حدث وضرب بدرجة 5.9، إلا أنه الحمد لله لم يسجل أي خسائر، يعني ما كانش كاين ضحايا. إذا السي لوط بوناطيرو شفنا موقع التواصل الاجتماعي، يعني الكل متخوف من هذه الهزات الارتدادية، هل لازم نخافوا اليوم السي لوط بوناطيرو؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، كل حاجه اللي تجي من عند ربي سبحانه نعم ما تقدر تكون غير تاع خير. يعني الجزائر ملي خلقت الارض وهي في نشاط معروف يصنف نشاط متوسط، ما هو لا خطير لا يعني هادئ، فبالتالي احنا خير الامور اوسطها كما تعلمون. نعم، فما دام رانا في هزات لا تحدث خسائر كبيرة نحمد الله على ذلك، نأخذ فقط العبرة من هذا الزلزال أن ربما البعض منا خرج شوية على طريق ربي سبحانه يفكر ويعاود يولي، هذه هي الهدف المغزى تاع الكوارث الطبيعية. ويعني بعد سبات طويل عرفته الجزائر والعالم في ميدان الكوارث الطبيعية، هذا طبيعي أن الطاقات اللي تحت الأرض تركزت ويجي وقت وين لازم تخرج. إذا الآن رانا في انتعاش عالمي، راكم تشاهدوا لبلي البحر الأبيض المتوسط، يعني كل الحوض سيد بوناطيرو اللي فيها هزات ارتدادية، يعني بإسبانيا الجزائر إيطاليا إسبانيا، يعني كل البحر الأبيض المتوسط عرف هزات ارتدادية ولا إلا لحد الساعة إلا الجزائر؟ لا كل البحر كله، كلكم تعلمون أن كاين خط زلزالي يجوز في وسط البحر الأبيض المتوسط، وكل البلدان اللي المجاورة عرفت هذا النشاط، ماهوش غير الزلزالي حتى البركاني، يعني كاين براكين اللي كانوا سنين وقرون ما كانوش يشتغلوا في هذه الأشهر الأخيرة، من بينهم تاع بيتنا في طاليان تاع اندونيسيا تاع اليابان، هذا نشاط عادي يعني منذ أن خلقت الأرض وهي تعيش، هذه اللي يسموها الكوكب الوحيد الحي في المجموعة الشمسية، كل الكواكب الأخرى ما فيهم لا زلازل لا براكين لا والو، الأرض هذه حية كما احنا حيين، فبالتالي لازم نتعودوا على هذه الأمور، والحل لتفادي الخسائر هو أننا نبني بطريقة علمية.